الحمد لله والصلاة على رسول الله. عبد الفتاح مرشيش رئيس لجنة التنسيق في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط السلام ميترا. اليوم لقاء مائدة كجرة العادة غرفة التجارة والصناعة تنظم واحد مائدة مستديرة تزامنا مع دخول الشهر الفضيل وشهر رمضان. الموضوع حول التحسيس والأسعار ويعني وأهمية الدور والتاجر الدور دياله فيما يتعلق بالأسعار، وكنعرفوا بأنه الأسعار ارتفعت واحد ارتفاع صاروخي ويعني بسبب جائحة كورونا اللي هو يعني جائحة عالمية اللي ما خلاش كل حاجة بلاصة. واليوم حنا كاين يعني بعد السلع اللي هي عرفات استقرار ديالها، وكاين السلع اللي تزادت من الأصل ديالها. فحنا خضينا اليوم على أساس توعية، وكل يعني التاجر والمهني ما له وما عليه مع رؤساء اللجان والأقسام يعني المشرفة على هذا اللقاء وهذه التوعية. وحنا بدورنا كمهني وكتجار دائما كنرفعوا يعني رمضان هو شهر الخير لا الاحتكار والتبذير، ورمضان كريم، ونطلب الله يدخلنا بالسلامة والأمن والأمان لنا ولملكنا وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء. والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، رزوان أيوب رئيس مصلحة المراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعملة صخرة تمالا. المائدة المستديرة جات قبل رمضان على أساس بأن هذا الشهر الكريم كنشوفوا بزاف ديال الممارسات، ولكن حنا الهدف ديالنا بهذا الشيء كامل ماشي هو شهر رمضان، هي هذه المائدة اللي كنسميها أنا مائدة تحسيسية على أساس بأنه حتى التجار بأنه باش يعرفوا اللي لهم واللي عليهم، بحكم بأن الخرجات ديالنا حنا في رجال المراقبة المختلطة اللي كيكونوا معنا لونسا، كيكونوا معنا كوميرس اندستري، وتيكونوا معنا الصحة، وتيكونوا معنا السلطة، لاحظنا بأن بزاف ديال الحوايج كيجهلهم التجار. لهذا الأساس بأن جات هذه البادرة مع عند الغرفة والتجارة بتعاون مع عمالة صخرة تمالا على أساس بأننا نجيو ونشرحوا لهم شنو خصو يدار وشنو خصو ما يدارش، والحوايج اللي عارفين والحوايج اللي ما عارفينش. الحمد لله كان تجاوب كبير مع التجار، وحاولنا بأننا نشرحوا لهم شنو هما القوانين اللي كنخرجوا باش ما تنقولوش نزجروها، ولكن باش نضبطوها، بأن العلاقة اللي بيننا وبين التجار ماشي هي علاقة زجر، بأنها علاقة تعاون. لازم بأنهم حتى هذيك النظرة اللي واخدين على المراقب، شحال من وحدين كيشوفوا راه المراقبين نسد الباب، نسد الحانوت، نسد المحل، نسد هذاك. حنا شفنا بزاف ديال الممارسات منهم حتى قضية الثلاجة اللي كيكونوا طافيين، أنا شحال من وحدين ديال الناس ما عارفينش ذاك الامباكت وما عارفينش ذاك الفي ديال الثلاجة اللي كتكون مطفية والأثار ديالها على ولا الانفيونس ديالها ولا الأثار ديالها على صحة المستهلك. لأن تلاقينا بزاف ديال الشكايات على أساس بأنه ناس وقع عليهم تسمم، وقع عليهم بزاف ديال الحوايج، ولكن ما عارفينش بأن راه غير دانون هذاك البرودوي ليتي اللي كتكون طافي عليه الثلاجة، راه بأنه راه يمكن ليه يوصل لتسمم وموت واحد الشخص. حنا كنخرجوا في إطار 3 القوانين، إطار بأنه
قطاع القانون ديال 31081 المتعلق بالتدابير حمايه المستهلك، و77 كان 7715 متعلق بانه محاربه الاكياس البلاستيكيه الممنوعه. هنا بزاف ديال الناس ولقينا بان بزاف ديال الناس يخلطوا بانه شنو هما الاكياس الممنوعه شنو هذا. حاولنا نشرحوا لهم بان الاكياس الممنوعه شنو هما الكريتير ديالهم شنو المعايير ديالهم، وحاولنا بان نحثوا التجار بانهم ما ياخذوش البرودوي المنتوج مجهول المصدر، انه المنتوج مجهول المصدر الا كانت شي حاجه بانه هو اللي غيتحمل المسؤوليه. الوغ كوك حنا عارفين المصدر غادي يمشيو للمصدر ديالو، هو اللي غادي راه كاين شي واحد من كياخذ غير العسل كياخذ الزيت كياخذ هذا. حنا حاولنا بان ديك الممارسات كامله هذاك اللبس اللي عندهم في راسهم حاولنا نحيدوا لهم هنا. وكاين ديال 114 حاولنا نقول للتجار بان كاين واحد القانون اللي كيجر واحد القانون اللي كي ولا بدا خص يكون التعامل بلي فاكتور. هذا 114 هو حريه الاسعار المنافسه بان اي واحد غدا شي حاجه ياخذها بلي فاكتور وكان معنا الناس ديال لونسا حتى هما شرحوا بلا راي ديالهم، كان معنا الناس ديال الكوميرس اندستري ديال التجاره والصناعه حتى هما عطاو لي شيف وعطاو بانه الحمد لله بان في هذا رمضان العرض ديال السلع تيفوق الطلب، يعني ما كاينلاش بان التجار يجي يلجؤوا لداكشي ديال الاحتكار. وديما حنا كنهضروا بان الاحتكار راه كيضر بالمنافسه، وحنا نبينوا بان التجار بانهم راهم مناوات المجتمع وبانهم هما الدور ديالهم الاجتماعي والدور ديالهم الاقتصادي وعندهم دور كبير في المجتمع. الحمد لله نتمنى بان نكونوا نجحنا في هذه الجلسه، وغايجيو ان شاء الله جلسات اخرى ان شاء الله بالتعاون مع الغرفه والتجاره، وغنحاولوا بان كل شهرين ثلاث شهور نحاولوا يكون واحد الموضوع واحد لو تيم اللي نحاولوا نجيو نناقشوه، وفتحوا الباب ديال العماله لانه راه مفتوح، واعطيناهم بانهم اي تساؤل اي استفسار يجيو عندنا ومرحبا بهم. ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.